اخوي الكريم، اكو شخص ميليشيا الحشد، اول ما تشكل ميليشيا الحشد بشهر السادس عام 2014، اول ما يعني تشكل بدات العناصر المدنيه تنضم الى الجهاز العسكري، فهو اول ما شكل الحشد اعطاه رتبه عميد ركن او عقيد ركن، يعني انا ما ركزت على الرتبه العسكريه بشكل مفصل لان كان هواي عسكريين موجودين، اعطاه رتبه عميد ركن. نعم. الهيئة الاركان كان يشتغل هو قبل سنوات يلا حصل عليها اي عسكري. نعم كان يشتغل قبل هو اي عسكري يدخل الكليه العسكريه معه. يحتاج 5 سنوات. تمام زين ابو الوليد، هذا كان يشتغل قبل، هذا كان يشتغل على طالب بطال، يعني منضم الى احدى الاحزاب السياسيه الحاكمه في بغداد. نعم فهمت يعني؟ نعم. فهذا شلون اعطى الرتبة هاي العسكرية؟ طيب النجمة الوحدة رتبة الضابط يحتاج لها بعد 4 سنوات يلا حصل عليها المقاتل العسكري، اذا كان إيه 3 سنوات كلية، 3 سنوات كلية يطلع ملازم، يطلع ملازم ثاني وبعدين يترقى يصير ملازم اول وهكذا. نعم نعم، ومن ثم الى رائد ومن ثم الى مقدم وعقيد، فهذا شلون يعني يعطوني ترتبة؟ هاي الحالة واحدة من ملايين الحالات اللي في العراق، فالرتب العسكرية جاي تقضي هيك يعني، إذا كنت أنا هسه مثلا على سبيل المثال نقول منتمي إلى حزب البعث وإجى حكم حزب البعث، نعم. معقول أنه حزب البعث رئيسا أنا أروح لهم أقدم يعطوني رتبة لأركم؟ أو فريق ركن؟ ما معقولة يعني، ما كان هيك العراق. ثانيا بالنسبة للتشكيلات الحشد، تشكيلات الحشد الآن منتشرة في سوريا والعراق، مثل اللواء أبو الفضل العباس اللي قاتل محورين، محور سوريا في مدينة السيدة زينب ودمشق، فتحولت يعني هاي الأمور كلها إلى أمور دينية وسياسية.